السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس على خير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا اليوم ان شاء الله غندير لكم المحمصه. المحمصه ماشي بالطريقه اللي عتتو اللي مالفين كتشوفوها، هاد المحمصه بالطريقه ديال الفتة الشطبه. كنا كنصايبوها فتة الشطبه، ودابا كنديروا لها كنقولوا لها المحمصه. غنحتاجوا واحد القدر ولا كوكوت ولا دانيلا ولا اللهم صل على الحبيب. غنديروا واحد المقدار ديال الزيت، بغيتو ديروا الزيت البلديه ديروها، بغيتو انا غندير نقلي دابا بالزيت العاديه ومن بعد غادي نزيد الزيت البلديه. شحال المقدار كل واحد وكيدير على قياس اللي كيدير هو. عندنا هنا واحد البصله، هذه كنا كنصايبوها الفطور ديال العشره في البلاد. هي هاد البصيله غادي نشحروها ومن بعد غادي نرجع نوريكم المكونات. غنشحر البصله مزيان تتشحر ونرجعوا باش نصايبوا المكونات كاملين ان شاء الله باذن الله. وانتم معايا، رجعنا بعد ما شحرنا البصيله ديالنا. المهم ما كتشحرش مزيان، غير بحال هكا التشحيره العاديه. غادي نزيدو عليها قزبر، ماشي المعدنوس، القزبر. وغادي نزيدو عليها العطريه. شنو درنا في العطريه؟ هنا درت معلقه ديال الابزار، معلقه سكينجبير، معلقه حرقوق، معلقه ديال الملح. هذه العطريه. غنحتاج بلاتي اسمحوا لي، غنحتاج واحد المعلقه ديال راس الحانوت او مساخن، او كيفاش كيسميوهم، راس حانوت او مساخن، معلقه سميده. حب الرجه او حب رشات غسلتها هي باش تجمعات بحال هكا، تقريبا واحد المعلقه صغيره. واحد مقدار من العدس، واحد المقدار من الفول، كلشي طبعا مغسول. مطيشه محكوكه، ضروري مطيشه. عقلتوا البنات المطيشه اللي قلت لكم كندير في الفريكو، دابا بحال كنحتاجها كنجبدها نطحنها. مطيشه محكوكه صافي. دابا غنردهم على النار شي شويه، ماشي يتقلاو بزاف، غير شي شويه وصافي. نمرق ونسد عليهم، نسد عليهم ثاني شويه وعاد نزيد عليهم المحمصه ديالنا. يلا انتم معايا، خفيفه ظريفه هذه، دغيا دغيا كطيب 5 دقائق. ما عرفتش واش كون باين لكم ولا ما بينت لكم التصوير. المهم قضيو معايا. المحمصه كلشي راه عارف المحمصه، حنا هادشي اللي كنا كنصايبوه بيدينا في ملي كان فوقتو. اما جداتي مسكينه الله يذكرها بالخير راها كتصايبوها، انا سد عليها الكوكوت شي شويه، غير شويه. ها مريقه، ما عرفتش واش باينه لكم ولا لا. هادشي ظلمه ظلمه ظلمه، بحال شي هادشي غايب على الناس. ديك العديسه وداك الشيء دا يطيب شويه. دابا غندير معاه المحمصه ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم ان شاء الله باذن الله. نص كيلو كل واحد كيدير قياسو ديال المحمصه. المهم انا نص كيلو قسمته على جوج مرات، حيت حنا ماشي بزاف، كان بنادم بزاف، حنا غير ثلاثه الناس، راه تقريبا هادشي راه كافينا. حنا كنا كنصايبو هادشي على يدينا، كنا كنفتلوه صراحه. كنت غادي نوريها لكم وهي مفتوله باش نفتلها، ولكن المشكل اللي عندي ما بقاش عندنا حنا الطباق والغربال وداكشي ديال العربيه، ما بقاش سهله. اي والله يصعب. المهم انا غنسد عليها دابا ونخليها طيب، ما غاديش واحد 5 دقائق. هي بجات لكم طيب 5 دقائق، نسد عليها 5 دقائق عاد نطفي عليها البوطا ونخليها من بعد عاد نحل عليها. هي دابا مسدوده عليها الصفاره وهذا. يلا هانتوما معايا ان شاء الله. عشانا اليوم هو فتة الشطبه. سديت عليها 5 دقائق وحليت عليها الكوكوت طبعا. لقيت باقي خصها شي شويه، ماشي بزاف. غادي نزيدها
تقريبا واحد 5 دقائق بلا ما نسد عليها كاع. غير الا سديت عليها غندير 2 دقائق. انا غنزيد غير الزيت البلديه حيت ما درتهاش في الاول وغنزيد عليها. طبعا الفتات فتات فتات الشطبه او بركوكش كنا كنصايبوه كي قلت لكم كنفتلوه بيدينا، هذا كيطيب دغيا ماشي ماشي بحال هذا. هذا حد ديال الزنقه، ما هذا اللي كيتشرى من برا ماشي بحال ماشي بحال اللي كنصايبوه. بقيتو باقي قاصح شي شويه، خاصه غير واحد شويه على الطريقه انا نزيدو وهانتوما معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفو الشكل النهائي. دابا خصني نسد عليها وردها الكوكوت. هذا فتش الشطبه راه كانوا كيصايبوه بالشطبه، كانت جداتي كتصايبوه بالشطبه مسكينه الله يذكرها بالخير، كانت كتوحم بنتي وكانت كتصايبو ليا بالشطبه ايوا ايام. المهم هانتوما معايا، انا نرد واحد 5 ديال الدقائق ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم باذن الله. هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال البركوكش او فتات الشطبه، ما عرفتش شنو تسميوه، فتات الشطبه بركوكش ما عرفت. المهم دابا راه سهلت الوقت، ها هو مبركش مصايب ما كيتبركش الا بيدك اللي بدي شي حاجه. مره اخرى نصايبو لكم بيدي، ولكن دابا ما نظنش ان شي حد غيقدر يصايبو بيدو. شفتو ها هو دابا راه التفاح موجود، ديروا الكيكه ديال التفاح. يالله بالسلام عليكم، صحتكم وراحتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله المستعان. ما تنسونيش بلايكات بلايكات بلايكات. الله المستعان، مع السلامه، السلام عليكم.